يقول الله عز وجل في صفات هؤلاء النسوة الصالحات: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. جاء في أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فاحفظوهن. وفي قراءة وفي لفظ أنه قال: فرعوهن. فمن كانت له زوجة اتصفت بهذه الصفات الثلاث فهي التي تستحق الحفظ، وهي التي تستحق الرعاية، لأنها نعمة من الله عظيمة قد حرمها كثير إن لم يقل أكثر الناس. فإنه قليل في النساء من تجتمع فيها هذه الصفات الثلاث التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. ومن كانت عنده امرأة قد حوت هذه الصفات فإنه قد حيز له طرف من أعظم متاع الدنيا. وقد صح عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة. وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من السعادة. وذكر من هؤلاء الثلاث أو الأربع قال: والمرأة الصالحة التي تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها.